هكذا أطلت علينا جماهير الحسنية من قلب عروس الشمال طنجة. أناميل أمازيغية هدعت فئة قناة في مشهد تاريخي غاية في الروعة. تفراقي يؤتي صورة لامعة عن جماهير الحضارة والأخلاق، عن بعد التفكير والدقة في الإبداع. إنهم الأوفياء، إطلالة عالمية، لمسة سحرية، أناميل ذهبية. لا تمر دون أن تترك بصمة أمازيغية، رسالة فيها تعابير ومضامين جلية للبيضاء والحماء، قصة عشق جنونية. فنانون في المدرجات أبدعوا، وأبطال على البساط أمتعوا. فكانت النهاية فرحة تاهل لم نصف النهائي على مشارف الظفر بالكأس الغالية إن شاء الله.